السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلاب الصف السابع بمدرسة الأندلس الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التعلم عن بعد. ودرسنا اليوم بعنوان الأفعال الصحيحة والأفعال المعتلة، الجزء الثاني. أهداف الدرس: أتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية الدرس أن تكون قادراً على أن تستخرج الأفعال الصحيحة والمعتلة، أن تمثل في جمل مفيدة للفعل الصحيح والمعتل. التمهيد: عزيزي الطالب، أجب عن الأسئلة الآتية: اذكر قاعدة الفعل الصحيح والفعل المعتل. والفعل الصحيح هو الفعل الذي تخلو حروفه الأصلية من أحرف العلة، والفعل المعتل هو الفعل الذي تحتوي حروفه الأصلية على حرف من أحرف العلة. السؤال الثاني: ميز الفعل الصحيح من الفعل المعتل في الجمل الآتية: جرى اللاعب في الملعب. كما نرى الفعل جرى، فقد اشتملت حروفه الأصلية على حرف من أحرف العلة، وهو الألف اللينة في آخره، إذن فهو فعل معتل. صام المسلم رمضان، فقد اشتمل الفعل صام على حرف الألف، وهو من أحرف العلة، إذن هو فعل معتل. جلس الولد على الكرسي، فالفعل جلس خلت حروفه الأصلية من أحرف العلة، فهو فعل صحيح. الهدف الأول: أن يستخرج الطالب الأفعال الصحيحة والمعتلة. هيا بنا أبناء الطلاب نقرأ هذه الفقرة، ثم نستخرج منها الأفعال ونصنفها إلى الأفعال الصحيحة والأفعال المعتلة. لقد سهل العلم الحياة على الإنسان، فمن خلال الاختراعات التي توصل لها البشر أصبحت الأمور التي كانت في السابق صعبة التحقيق ممكنة ومتاحة بين الناس. فكل ما وصل إليه عالم التكنولوجيا من حداثة وتطور ظهر من خلال العلم. إضافة إلى ذلك، فإنه يجعل المجتمع يرقى نحو الريادة والصدارة. الأفعال كالتالي: سهل، توصل، وصل، ظهر، يجعل، يرقى. هيا بنا أبناء الطلاب نصنف هذه الأفعال إلى صحيح ومعتل. الفعل سهل كما نراه أمامنا، قد خلت حروفه الأصلية من أحرف العلة، إذن فهو فعل صحيح. الفعل الثاني توصل، هذا الفعل قد اشتملت أصوله على حرف من أحرف العلة الواو، إذن فهو فعل معتل. الفعل الثالث وصل، كما نراه قد اشتملت أصوله على حرف الواو في أوله، إذن فهو فعل معتل. الفعل ظهر، خلت أصوله من أحرف العلة، إذن فهو فعل صحيح. الفعل يجعل، فعل
صحيح، لأنه خلت حروفه الأصلية من أحرف العلة. والفعل الأخير يرقى، نراه قد اشتملت أصوله على حرف من أحرف العلة في نهاية الفعل، إذن فهو فعل معتل. نأتي أبناء الطلاب إلى الهدف الثاني، أن يمثل الطالب في جملة مفيدة للفعل الصحيح والمعتل. أكمل الفراغات الآتية بما هو مطلوب بين القوسين. الجملة الأولى، أكمل بفعل مضارع معتل، وتكون الإجابة كالآتي: يدعو ديننا الحنيف إلى احترام كبار السن. الجملة الثانية، أكمل بفعل ماض معتل، والإجابة: أجاب الله دعوة المظلوم. الجملة الثالثة، أكمل بفعل ماض صحيح، وتكون الإجابة: حصل الطالب المتفوق على الدرجات العليا. أما الجملة الرابعة، أكمل بفعل أمر صحيح، والإجابة: أحكم بين الناس بالعدل. مثل في جمل مفيدة من إنشائك لما يأتي: فعل أمر معتل الآخر بالواو، والإجابة: أذن من الإمام يوم الجمعة. فعل مضارع صحيح: يحرص المسلم على صلاته. فعل ماض معتل الوسط: صام المسلم رمضان. عزيزي الطالب، هيا بنا نرجع إلى مقدمة نص من رواد التعليم في قطر، ونستخرج منها فعلين صحيحين وآخرين معتلين: يهتم ونهل. والأفعال المعتلة: طاف وحنى. نصل إلى سؤال الغلق: ضع الأفعال الصحيحة الآتية في جمل مفيدة من إنشائك: ذهب، قرأ، درس. ضع الأفعال المعتلة الآتية في جمل مفيدة من إنشائك: نما، وصف، نام. وإلى هنا أبناء الطلاب نكون قد انتهينا من درس اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.